كيف نقود المؤسسة اللي احنا فيها او الفريق العمل اللي احنا فيه؟ اليوم بنحدث عن الأسئلة اللي ممكن نقوم بطرحها علشان نقرر افضل سبل القيادة. انا غاية البروانية، انا في فرنسا وأقود باص كامل من السواح علشان نطلع من فرنسا عبر البحر إلى إنجلترا. إيش اللي صار؟ راح عنا آخر فري أو آخر قارب، كان الليل وبرد، والفرنسية المبدئية اللي تعلمتها في الثانوية ما هي جيدة علشان توصل تعطين الغذاء والملجأ للباص اللي موجود، لأنه ما كان في المخطط. فأقرر أني أطلع مع هذا الباص المليان أفراد ونتوه في بلدة صغيرة فرنسية، وفي حين القلق جالس يبني في داخلي أقوم من النوم مفزوعة من النوم وأحس براحة تامة، لأنه كان بس حلم كابوس ولكنه بس حلم. الحقيقة إنها ليست حلم. لكثير من رواد الأعمال والقادة هذه حقيقة يعيشونها. يجب أن يتعلموا وهم في نطاق ومنظور وكل حد يطالعهم، كل ذوي الاستفادة يطالعوهم ويشوفوهم هم بعدهم يتعلموا وهم يعملون. رواد الأعمال والقادة تحت تعريفها مسؤولين عن كل قرار وعمل يتخذه كل أعضاء المؤسسة مما فيها القرارات والأعمال اللي هم ليسوا على دراية بها. فكيف نقود وسط كل هذه المعمعة؟ هناك دراسة أجرتها هارفارد بيزنس ريفيو ووجدت أن الشركات المثالية أو اللي تعمل بطريقة صحيحة، في هذه الشركات الإدارة والرواد والقادة الذين في هذه الشركات لا يتخذون القيادة الأنسب لشخصيتهم، بل يعملون على قيادة حسب على القيادة حسب احتياجات المؤسسة و المنظور أو السوق الذي هم فيه. فسأطرح عليكم بعض الأسئلة كي تردوا عليها كي تقرروا الطريقة الأنسب للقيادة. سؤال الأول، هل السوق الذي أنتم فيه ينمو بشكل سريع جدا أو هو متماسك وقوي وناضج؟ ما عدد المنافسين الذين موجودين في السوق وما مدى قوتهم؟ هل التقنية الإلكترونية مهمة؟ وإن كانت كذلك ما اتجاهها؟ ما هي الموارد
الموضوع المتوفرة للمؤسسة، الموارد المادية الأشخاص الذين موجودين في المؤسسة الذين يخدمونها. ما الذي يعطي للمؤسسة القدرة على التنافس؟ ما هي مزايا المؤسسة الثابتة التي تعزز من قدرتها على التنافس في هذا السوق؟ وما مدى قدرتها على المثابرة على هذه المزايا التي في المؤسسة؟ الجواب على هذه الأسئلة هي التي ستساعد القائد على اختيار المنهج الأنسب للمؤسسة، وبذلك يمكنك اختيار الخطوات المناسبة كي تمشي على تم كي نمشي على المنهج المطلوب من المؤسسة. المعلومة من غير ما ننفذها تسالي تسلية. إيش اللي بتبدأ فيه اليوم؟ يرجى التواصل معي إذا أردت أنك تعمل على عصف ذهني للمنهج الأنسب لك وللمؤسسة اللي أنت فيها، علشان تقدر أنك تعطي نتائج ناجحة بشكل جذري على ما يهم على ما يهمك أكثر شيء. إذا كنت تريد أنك تحصل على نتائج بطريقة أسرع وأسهل، رجاء التواصل معي على gaya@gayabarwani.com أو زيارة موقعي وهو www.gayabarwani.com لمزيد من المعلومات. وإلى حلقة أخرى بإذن الله.